السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى البنات تلقاكم الفيديو وانتم في تمام الصحه والعافيه، نتوما والاهل والاحباب ديالكم يا رب. اليوم جيت ان شاء الله باش نعطيكم اقتراح ديال بريوات وسيجار معمرين بحشوه يعني مختلفه شيئا ما. غادي نحتاجوا البنات اول حاجه نقوموا بها هي التحضيرات المسبقه. نحاولوا دائما اننا نوجدوا داكشي اللي خاصو يتوجد قبل ما نبداو في البريباراسيون ديال الحشوات ديالنا. لهذا البنات غادي نقوم باننا نحكو القرعه والخيزو، نقطعو الزيتون، نقطعو الكورنيشو، وغادي نشدو واحد البصله، يعني عفوا ما بينتهاش لكم هنا البصله، اكيد يعني ضروريه حتى هي، غنديروها شنيفات وغادي نشحروها هي الاولى. يعني غادي نوجدوا البنات الحشوه ديال الخضر، عاد غادي نضيفوها نضيفوا ليها الاشياء يعني اللي باغي نضيفو. البنات القرعه غادي نحكوها في هذه الحكاكه الغليظه، وخيزو غادي نحكوه في الرقيع. يعني القرعه راكم عارفين ما كتاخذش طياب بحال الخيزو، غادي نخرجوها بهذا الشكل. كيف قلت لكم البنات غادي نشحروا البصله هي الاولى، وغادي نضيفوا ليها القرعه وخيزو اللي حكينا مع شويه الملح والبزار، شويه ديال الخرقوم بلدي والتحميره فقط. غادي نديروا البنات هنايا بريوات بلادان بالكفته ديال لادان. كاين اللي ما كيزعمش عليها صراحه، ولكن النصيحه حاولوا غير تقويوا ليها العطريه، ديروا التحميره، الملحه، الخرقوم بلدي والكمون، تزيدوا الكمون بالزيت شويه، يعني بحال غديروا العطريه ديال الحوت، الهريسه والربيع صافي. وغادي نخلطوا مزيان وغادي نمشي نردوا فوق البوطه. ما تنساوش البنات البصيله هكا تقطعوها رقيق وتضيفوها للخليط. البنات الكفته ديال لادان من بعد ما طابت كيف كتشوفوا بهذيك الشرموله ديال الحوت كيجي عندها واحد الطعم خطير البنات، يعني جربوها على ضماناتي. كنخليوها حتى كتنشف من هذه الكلمه ديالها كامل تلقات البصله وكنستخدموها. غادي نضيفوا كذلك البنات الخضر، هذوك التحضيرات المسبقه اللي صوبنا، الجزر والقرعه والبصله. غير هنايا الاساسي هو لادان، يعني ما غاديش ماشي غنديروا الخضره اكثر، بالعكس غتكون الخضره بحال لي بحال ديري فيرمسل، يعني غتولي شويه تقريبا تكون ثلث خضر والثلثين الكفته ديال لادان. غادي نديروا كذلك قليل من الفرماج ديال الموتزاريلا، غادي نزيدوا الزيتون مقطع، غادي نزيدو تقريبا جوج معالق ديال الكورنيشو على حسب الذوق البنات، اللي ما كيبغيش ما يديروش. وغادي نضيف واحد شويه الهريسه صافي البنات. وغادي نخلط المقادير وغادي ندوزو باش نوجدو البريوات ديالنا. البنات غنحاول نوريكم دابا الشكل ديال طي البريوه ديال البريوه بالورقه البسطيله. عندها واحد التكنيك معين، يعني الا ضبطتوه ما غتبقاش تلقاو مشكل فيها بتاتا، سواء كانت صغيره او لا كبيره. كناخذوا الورقه البسطيله الصغيره، الا بغيتوا ديروا بريوات ديما خذوا ديك الصغيره وقسموها على النص، يعني يولي عندكم نصف دائره. كتشدوا هذيك كتحطوها في الامام، وكتشدوا هذاك الطرف يعني الاول كيف كتشوفوا معايا، وكنجيبوها على الطرف الثاني. كديروا واحد المثلث يعني في القنت، وكتبداو تدوروا يعني اليمين اليسار اليمين اليسار حتى كتكملوا الطي ديال البريوه. غادي نعاود معكم وحده اخرى باش انكم تثبتوا الطريقه ديالها.
كنديروا بنات الخليط ديال الماء والدقيق، هو فقط باش كنصاوبوا يعني كنسدوا هاد البريوات ديالنا. يعني كتاخدي بحال هكا كدهني هاد الجهه، يا اما كطويها هكا من الفوق، يا كتحاولي انك تخشيها باش تبقى عندك البريوه قابطه في راسها، كتخشيها بهذا الشكل صافي وكتسدي. حبة اخرى كندهنوها البنات بالزبده غير الوجه الفوقاني ديالها باش كتاخذ هذاك اللون الاحمر. وبالنسبه لهاد البنات هاد يسمى الحشوه مالحه، غادي نرشوا عليها هكا حبوب ديال البافو. كي كتعرفوا هاد الحبوب ديال البافو كيعطي مذاق زوين. صافي البنات وغندخلها للفرن. وبالنسبه للبنات هاد البريوات حلوين، غادي نديرو فيهم رقائق اللوز هكا للتزيين باش يكون الشكل ديالهم مختلف. ها هو الشكل ديالهم البنات. هادو البريوات الحلوين وهادو البريوات المالح. غادي نديرو البنات دي سيغار بالخضره. غادي نديرو هاد الفرماج البنات. هاد الفرماج كاين في بيم بصراحه هائل، وطريقه الطعم ديالو راه زوينه بزاف، جربوه. صافي البنات غادي نخلطو هادشي مزيان وغادي نتلاقاو باش نكملو ان شاء الله. غادي نضيفو ليهم القليل من الكورنيشون والقليل من الزيتون هكا خضر، حتى هو كيعطي طعم زوين. تقدروا البنات تضيفوا حتى شويه ديال الهريسه وهكا شويه ديال الموتزاريلا، حتى هي كتعطي عليها طعم زوين. صافي ندوزو باش نديرو المونطاج. البنات الطريقه الصحيحه ديال السيغار هي هذه، كتاخدي هكذا حشوه ديالك بهذا الشكل، كديريها في الوسط ديال الورقه، كتجيبي هذه الجهه على هذه الجهه، كتني هذا وكتبداي ترولي السيغار ديالك. اي طريقه اخرى البنات غادي تجربوا، ما غاديش تجي زوينه بمره.